برج الثور. برج الثور بدي اقول له هاي سنه السنه كثير صعبه. في كل سنه بنسال ناجي وعصام ثور. سنه الانتفاضه نحو التجدد. الرئيس بري بفتكر برج الثور. انتفاضه وتجدد. تجدد. انتفاضه كمان. نحو تجدد. اوكي. بس سنه مفصليه كثير بحياته، في تغييرات كثير مهمه للثور السنه. اول شهرين صعبين كثير على الثور لانه اورانوس ومارس رح يكونوا ببرجه. اذا رح يكونوا معكسين كوكبين. اكثر شيء ببلش بنص شهر كانون الثاني. في تحرر من من عوائق ماضيه وارتباطات ما عادت بقى بتنفع بحياته، يعني في فك. في فك. نعم، يعني الثور اللي عنده علاقه مش منيحه بيطلق السنه، بيفك. في طلاق. إيه؟ في السنه عنده فك. ايه فك ارتباط كثير مهم. بعدين احسن فتره عنده ثور بتكون بين ايار، نص ايار 29 تموز، هيدي فتره مهمه لبعض القلب، لبعض اوكي من ايار وتموز. بدي لك شغله هلا مصلى. بتقول السنه الثور بيهاجر. ايه يعني شيء منيح الهجره. إيه؟ السنه بلبنان. يترك ايه ياخذ بصير يقرا يقبض دورات بده فريش. إيه؟ اكيد يبعث لبيه امه. في قصه حب طويله كمان بحياته. واو. ممكن تكون اذا كان يعني طبعا خالي القلب مش اذا كان انت عم طلع بعصام قاطع الامل من ناجي يعني. في تجربة عائلية كتير مهمة تتعلق بمصيره، بمصير بيتخذه أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين حسب العمر يعني. رح يكون في شيء كتير مهم بحياته العائلية يمكن يعمل خضة شوي. أوف. هلأ ثور رح قلك الأربع أبراج اللي السنة عليهم تغيير مصير أو عليهم إذا بدك تعقيدات يمكن يشوفوها بهالسنة. هن ثور، الأسد. إيه ما بدي اقول لك انا بس لا الاسد اقل واحد. الاسد اقل واحد. الحمد لله. العقرب ومنيح بيناتهم هو الدلو. بس هول الاربع ابراج اللي بشكلوا مربع بين بعضهم حذار مين ومين ومين يعني مين ومين ومين. تنشوف ثور يعني الرئيس نبيه بري. الاسد يعني جنبلاط. العقرب يعني جعجع. الدلو يعني عون. أوف. رئيس عون. هولي بحياتهم في تغييرات مصيرية يا للأسوأ يا للأحسن. وفي صراعات بحياتهم. أوف. وفي تغيير، في انقلاب إلى مكان جديد. هول الأربعة موجودين. هالأربعة هن حاكمين عنا أو هن يلي ماسكين. بتشوفي مثلا الجنرال عون بال 2021 معقول هذا الشيء اللي أنت عم تحكي عنه يؤدي لعدم أنه يكمل ولايته؟ لا، لأنه عنده سنة بالعكس. الدلو السنة الدلو بالإجمال، ما عم بحكي عن حدا معين، بس الدلو عنده سنة خروج من النفق إلى الضوء، يعني رح تكون واضح السنة التصرف والقرار، رح يكون كتير واضح بسنة 2021.